السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلادنا، مساء الخير يا أولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع النهاردة موضوع مرتبط بالأحداث اللي بتحصل حوالينا، مرتبط بالظروف اللي بنمر بيها وبيمر بيها العالم كله، بس المرة دي هناخدها من جانب تاني. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الآثار النفسية لفيروس كورونا على البشرية، على البشر. إزاي فيروس كورونا أثر على الإنسان في ظل كل التحديات اللي بيمر بيها الإنسان. طبعا كما تعلمون إن الفترة اللي احنا بنمر بيها دي فترة عصيبة في عمر البشرية جميعا، لكن لما نيجي نشوف كده الدكتور أحمد عكاشة وهو بيتكلم عن إن هذه الفترة الأخطر وأغرب فترة مر بها الإنسان، مش بس كده، لأ ده كمان أكتر فترة تعرض فيها الإنسان لحالات الخوف والذعر. الخوف من مجهول، الخوف من بكرة، مش عارف إيه اللي ممكن إنسان يحصل نتيجة هذا الفيروس المجهول اللي مش عارفين هيودينا لفين. طبعا آثار نفسية لفيروس كورونا، يعني عايزين تعالوا كده نرجع الفترة اللي احنا قعدنا فيها في العزل الاجتماعي. العزل الاجتماعي الفترة اللي كلنا كنا فيها في البيوت وقلنا خليك في البيت حتى نستطيع أن نسيطر على هذا الفيروس، وعلى الرغم من كده ما قدرناش، لأن بعد كده حصل أن الناس بدأت تمل وبدأت تزهق وبدأت تنزل للشوارع وبكثافة وبزحام كبير. الفترة اللي كانوا فيها الناس في البيوت كانت الفترة دي توقعنا، وعلماء النفس توقعوا ان ممكن يكون في نوع من الروابط الأسرية الجديدة، او بمعنى يبقى في نوع من التفاهم لأفراد الأسرة بعضهم وبعض. لكن الغريبة ان اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان ارتفعت نسب الطلاق، ارتفعت الشجار، ارتفع العنف في الأسرة. كل ده ليه؟ فجأة شافوا بعض، فجأة عرفوا بعض؟ لا، لأن الإنسان في فترات اللي هو بيكون فيها متباعد عن البيت بيمارس أنشطة كتيرة، ليه نشاطات، ليه حياة بيتحرك فيها بتخالف حتى حالة السكون والركود اللي بيكون موجود فيها الإنسان في البيت. وجود الإنسان في البيت بيعمل حالة من الكمون اللي بيفقد فيها معاها الدفاعية اللي بتبقى يعني واللي بيكون محتاجها الإنسان عشان يكمل حياته. هنلاقي ان مجموعة من الناس زهقت وتعبت جدا من تواجدها في البيت، وظهر مشاكل كبيرة مع الزوجات، وظهر حتى مشاكل مع الأبناء. فهنلاقي برضو حالة النقد المستمرة للأبناء وبداية رؤية أبنائهم كأنهم بيشوفوهم لأول مرة. على الجانب الآخر هنلاقي ان القصة كلها بعد ما خرجنا من العزل اللي موجود في البيت او العزل الاجتماعي اللي كان الناس بتحاول انها تتباعد عن بعضها، خرجت بزحام شديد. لكن الزحام ده كان جواه حاجة تانية، كان جواه معنى تاني، كان جواه الخوف. الخوف، ايوه الخوف، اكبر او اهم عاطفة بتتملك الانسان. حضرتك بتخاف من شيء فانت هتعمل حسابه أو هتنكره. يعني إيه؟ يعني ممكن خوفي يخليني أنكر حاجة؟ أيوة، ممكن من كتر خوف الإنسان ينكر الموضوع من أساسه. يعني إيه؟ يعني مثلا لو شفنا كده وسمعتوا أكيد ناس كتير بتقول كورونا إيه؟ هو في كورونا؟ مفيش كورونا ولا حاجة، ده الظروف، ده الدنيا كويسة خالص، هو في حاجة زي كده؟ الناس دي عارفة ومتأكدة إن في كورونا، وإن هذا الفيروس فيروس فتاك، وإننا محتاجين إننا نقاومه ونحاربه، لكن برغم من كده بينكره. ده الجانب. الجانب التاني، ناس تانية عارفة ان الكورونا الجانب الاخر اللي بيفرط في حالة الخوف. هنا المشكلة، انك تفرط في الخوف مشكلة، وانك تنكر الخوف مشكلة تانية. انك تفرط في الخوف هيولد لنا مجموعة من المشاكل. ايه هي؟ توتر، قلق مستمر، حالة من الاكتئاب. عارفين ان حالة الاكتئاب دي ما بتجيش فجأة، ده حالة الاكتئاب تيجي الاول حالة كده ساعة ساعتين انا مش قادر متضايق وهكذا، بعد كده يومين، بعد كده ممكن توصل معاه لفترة طويلة وتدخله في اضطرابات اكتئابية. كل ده بسبب ايه؟ الخوف، بسبب القلق المستمر، بسبب التوتر. عايزة يعني يريد الاعداد يجهز لي الفيديو ده عشان نشوف ايه اللي حصل خلال الفترة دي مع كورونا. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. ما أن تفشى فيروس كورونا في الصين حتى بدأ الفزع والهلع يطال الجميع،
وما رسخ هذه الحالة هو عدم فهم الكثير لماهية المرض أو ما هو الخطر الكامن وراءه. بدأت وسائل الإعلام بكافة أشكالها بالحديث عن فيروس كورونا وكيفية انتشاره، حتى صار حديث الشارع والبيت والعمل وأي تجمع بشري، الأمر الذي صنع ذعرا وقلقا وخوفا في النفوس. وزاد الطين بلة دخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط لتعيث في الأذهان بمعلومات وأخبار وشائعات، ما أحدث إرباكا وفوضى إعلامية ومعلوماتية في كافة أقطار الأرض. هذا الهلع الذي تسببت وسائل الإعلام فيه بالدرجة الأولى أكثر من الفيروس نفسه أثار تساؤلات حول الأضرار الجسيمة والآثار السلبية التي يتعرض لها المشاهد جراء هذا السيل من الأخبار. خبراء في الصحة النفسية ذهبوا للتأكيد أنه جراء هذا الكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا تم رصد العديد من حالات الانتحار جراء الضغط النفسي المتزايد، علاوة على شيوع حالات قلق وتوتر واكتئاب. وأكد عدد من الأطباء أن الفيروس يسبب زيادة التوتر والقلق، إضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والحزن والغضب غير المبرر، ما دفع منظمة الصحة العالمية لنصح الناس بتجنب مشاهدة أو قراءة أو حتى الاستماع إلى الأخبار التي تولد مشاعر القلق أو التوتر، وأنه لا حاجة لهذا الكم الهائل من المعلومات، وأن كل ما نحتاج إليه هو ما يمكننا من حماية أنفسنا من الإصابة ليس أكثر. ويبقى الوعي الفردي والشعور بالمسؤولية دون تهوين أو تهويل في الإجراءات الاحترازية الشعرة الفاصلة في التعامل مع زمن كورونا، ومن ثم الخروج من الكبوة دون أضرار نفسية جسيمة. عدنا إليكم وسمعنا طبعا الفيديو، وآخر جملة دون تهويل أو تهوين، مهمة جدا جدا التناقض المهم اللي بين الكلمتين دول. التهويل في أني أدخل في حالة من الفزع والذعر والقلق اللي يوصلني لحالة من الاضطراب اللي ممكن بيها تقل مناعتي، وبالتالي أكون سهل وغزو الفيروس للأجساد يكون بمنتهى السهولة. إذا الحالة التهويل خطر جدا. طب والتهوين؟ التهوين إن نقول مفيش حاجة من دي، لا ده احنا لازم نعيش حياتنا عادي، لا لازم ناخد بالنا ولازم نكون حذرين جدا ان احنا فعلا امام خطر ولازم نحاربه. طيب الفيروس بدأ يغزو ناس كتير، تعالوا نشوف الدراسات اللي اتعملت على هذا الأمر. علماء النفس والطب النفسي لم يسكتوا على الحالة دي، وبدأوا يعملوا دراسات، فلقوا إيه؟ خلال الفترة اللي مرت لقوا إن الأكثر الفئة اللي هي الرجال بخاصة الذكور هم أكثر عرضة للاكتئاب نتيجة الإصابة بالفيروس. مش بس كده، لا ده اكتئاب، وحتى مش المصابين كمان، حتى كمان الغير مصابين بيتعرضوا للاكتئاب. طيب والنساء؟ لو ان النساء مش الفكرة عندهم ما بتكونش في جانب اكتئابي، اكتر ما بتكون الفكرة عندهم في حاجة تانية خالص، هي القلق والوسواس وحالة الوسواس وخوف على الأسرة وخوف على الأولاد. معانا مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الاخصائي النفسي دكتوره ولاء عادل، اهلا وسهلا بيكي حبيبه قلبي، اهلا بيكي. اهلا اشرقتي معنا. عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا. الاثر النفسي اللي ممكن يظهر على الانسان في حاله ما يكون مصاب بكورونا، وفي حاله ما يكون الانسان في حاله عاديه، لكن انا عايزه اولا الاثر النفسي على الانسان المصاب بكورونا فعلا. مش هننسى القلق والخوف. القلق والخوف والتوتر والخوف من الاخبار السلبيه اللي حواليه، اللي هو دايما الاصابات اللي بتؤدي بينا الى لا قدر الله الوفاه، الحالات المشاهير اللي بتبقى معروضه، فده طبعا بيصدر له طاقه سلبيه. الفزع العام على مستوى العالم من اخبار كورونا، وان المرض مجهول او الوباء مجهول لسه محدش قادر يوصل لحل او علاج، ده طبعا بيزود الضغوط النفسيه والخوف، بيأثر على المناعه طبعا. لكن لو جينا حبينا مثلا ناخد
الكوادر الطبية مثلا، لو أن الكوادر الطبية في ظل ما بتشاهده من تفاعل وتعامل مع ومواجهة هذا الفيروس، وممكن قدام عينيهم ممكن يشوفوا حالات بتتعافى وحالات ممكن تكون بتموت، الأثر النفسي لهذا الفيروس على الأطباء والكوادر الطبية يعني بصفة عامة. للأسف الكوادر الطبية هي أكثر الفئات عرضة للضغط النفسي والقلق والخوف والتوتر والاكتئاب للأسف، لأنهم أكثر ناس بيواجهوا الوباء وبيواجهوا المرض بنفسهم، وهم أكثر ناس عارفين إن هو كحالة مجهولة أو لسه لغاية الآن ما وصلناش للعلاج القاطع ليها، غير ان هم بيشوفوا زملائهم والحالات اللي قدامهم ايا كان الطبيب بيبقى بيعالج المرض، ولا قدر الله يا رب يعافيهم جميعا يوصل لمرحله الوفاه، طب فده طبعا احباط شديد. طبعا اكيد اكيد. في جانب مهم جدا، ان خلال جائحه كورونا تم اهمال العلاج او العلاج النفسي على مستوى العالم بنسبه لا تقل مثلا عن 67%، لدرجه ان كثيرين من اللي بيعانوا اضطرابات نفسيه في الفتره دي دخلوا في اكتئاب حاد. ايه اللي المفروض يعني ننتبه ليه في الفتره دي تحديدا فيما يخص الاشخاص اللي بيعانوا اضطرابات نفسيه فعليا، بغض النظر بقى عن اصابتهم بكورونا او لا، لكن اشخاص بتعاني من اضطرابات نفسيه وفي ظل هذا الجو من القلق والتوتر؟ مش سامعه، يعني بتحددي الاطفال؟ لا احدد او اعني تحديدا الاشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسيه، اشخاص بيعانوا اضطرابات نفسيه فعليا، الاشخاص دي تم اهمالهم في خلال فتره جائحه كورونا، كله منصب اهتمامه على علاج المرض والمستشفيات مجهزه لهذا، كل فكانت الفئه دي ما بقتش تاخد علاجها بشكل كافي، ما بتحضرش الجلسات النفسيه بشكل كافي. ايه اللي ممكن نقدمه لهم في الفتره الجايه مع اخذ في الاعتبار ان احنا برضو ما زلنا امام هذه الجائحه؟ طيب احنا لازم يعني اايد كلامك فعلا ان الفئات دي اتعرضت لتدهور كبير جدا، اولا على لان الخدمه ما كانتش متوفره بالشكل المستمر وبالشكل الدايركت المباشر زي الاول طبعا، والخدمه اونلاين غير الخدمه مباشره مع أكيد. الحالات دي أكيد. وطبعا دي عشان كانت الاحترازات الوقائيه فكلنا كان لازم نبقى واخدين بالنا في العيادات وكده، فده اثر طبعا بشده. عندنا حالات زي وسواس قهري، حالات القلق، حالات الخوف، حالات الاكتئاب، كل الحالات دي حصل لها طبعا طبعا تدهور الفتره اللي فاتت. نعمل ايه؟ المفروض ان احنا الفتره الجايه لازم الناس دي اولا نصدر الاخبار السلبيه بشكل مرعب، ده غلط، ما ينفعش، ما ينفعش هما كمان يتابعوا بشكل مستمر الاخبار السلبيه او التشاؤميه اللي بتزود الاعراض اللي عندهم بالزبط. الناس دي بيبقوا هشين جدا جدا، او الحالات دي بتبقى هشه جدا في 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 تقبل الاخبار وتقبل الخوف والقلق والتوتر، وكل ده بيأثر بالسلب على حالتهم. طبعا دورنا احنا كمتخصصين نفسيين المفروض ان احنا يبقى لينا دور توعوي ولينا دور مباشر كمان، غير ان هو دور توعوي، دور مباشر في التعامل مع النوعيه دي من الحالات. يعني عندنا حالات اللي عندها وسواس قهري او اللي اوريدي عرضه للوسواس القهري، الناس دي بتتدهور جدا، مرضى الاكتئاب، مرضى القلق، كل دولت طبعا لو ما تعاملناش معاهم بحساب للاسف الحالات بتتدهور جدا، وممكن نوصل لحالات من الانتحار وحالات ادمان وللاسف للاسف هو لازم يعني نتعامل مع الامر بشويه من الخصوصيه. واعتقد ان احنا في الفتره دي محتاجين لكل جهود الطب النفسي واخصائي النفسي وعلم الاجتماع وكله يتضافر لخدمه الانسان، لان فيروس كورونا لا يغزو فقط الاجساد وانما يغزو ايضا النفوس. اشكرك جدا استاذه ولاء، واشكر حضرتك جدا. زي ما سمعنا ان التأثير ما كانش فقط على الأجساد، وكان ليه امتداد على النفوس، النفوس اللي اوريدي متعرضة للاضطراب النفسي زادت حالتها وساءت لان مفيش التعامل معها بالشكل الجيد. اما بقى الأصحاء اللي انا عايزة اتكلم عنه دلوقتي، الوضع اللي احنا فيه كلنا
اولا احنا محتاجين نعمل ايه الفتره الجايه، ومحتاجين نقدم ايه كلنا للناس اللي اصيبت فعلا. اولا اللي لاحظته كان في خلال الفتره الاولانيه وازدياد الحالات ان كان في بيحصل حاله من الذعر والتنمر كمان على الاشخاص اللي بيصابوا، مش بس اللي بيصابوا ده كمان المتعافين. يعني ممكن يحصل تباعد بشكل غير طبيعي، ممكن يحصل احنا بنقول في تباعد اجتماعي منع الانتقال العدوى، لكن اذا تعافى طبعا خلاص الموضوع انتهى. طيب خلال في وسائل التواصل الاجتماعي المفروض ان يكون في تواصل بشكل مستمر بالصوره اللي ما يجهدش فيها المريض، بحيث انه يحس ان اهله واصدقائه حواليه، ما يحسش انه لوحده في الازمه، وبخاصه اذا كان معزول لوحده في مستشفى او ما شابه ذلك. احنا محتاجين الفتره الجايه محتاجين نكون جميعا مع بعض لمواجهه هذا الفيروس اللي بيهاجم اجسادنا وبيهاجم ارواحنا. تعالوا نشوف مثلا كده لما نقول ان الاثر النفسي في حاله الاكتئاب في امريكا مثلا زاد من 7% ل 20%. اكتئاب حاد، ناس دخلت في اكتئاب حاد وهم هماش اساسا مرضى اكتئاب او اكتئاب قطبي او حاجه زي كده خالص، ناس العاديه جدا دخلوا في حاله اكتئاب لاكثر من سبب. ممكن تكون نمره واحد مش بس القلق والخوف، لا ده كمان الخوف على الخوف من بكره، الاقتصاد اتهز او حصل له هزه كبيره جدا نتيجه فيروس كورونا، فكان من الطبيعي ان اللي في شغل النهارده ممكن يلاقي نفسه مفيش شغل بكره. فحاله القلق على بكره وحاله القلق على استمراريه الحياه جعلت كثير من الناس او اشخاص كتير يخش في حاله من الاكتئاب. طب احنا دلوقتي نحل الموضوع ده ازاي؟ الحل ايه؟ الكتابه. نعم كتابه. كتابه ايه؟ يعني الناس اللي في حجر صحي او الناس اللي متعرضه للفيروس فعلا ايه المفروض نعمله؟ نعمل عمليه تنفيس. تنفيس يكون بايه؟ نكتب. اكتب اي حاجه، مش لازم حاجه بتكتب، اكتب عاميه، اكتب اي حاجه. طب واحد تاني يقول لك انا ماليش خلق ان انا اقعد اكتب، شخبط. نعم شخبط، امسك ورقه وقلم وارسم اي حاجه. انت كده بتعمل تنفيس لحاله التوتر اللي عندك وحاله القلق. حاجه كمان اللون. لا لا لون ايه؟ ايوه الالوان. يعني احنا لو مسكنا الوان ومسكنا ورقه وقعدنا بس نلون هتلاقي نفسك دخلت جوه الحاله وبدات تخف حده التوتر. طب ايه تاني ممكن نحمي انفسنا ويكون درع لينا علشان ما نخشش في حاله الاكتئاب او القلق او التوتر اللي ممكن يوصلنا اننا مناعتنا تنزل ونكون صيد سمين لهذا الفيروس؟ نمره واحد، ابتعد عن الاشخاص السلبيين. مين الاشخاص السلبيين؟ الشخص اللي بيبتدي ويكلمك فلان شفت فلان حصل له ايه، ده فلان مات وفلان وفلان شفت مش عارفه ايه. الاشخاص السلبيين من فضلك ابعد عنهم تماما. ابعد عن ايه؟ الاخبار. مش لازم افضل ادور طول الوقت على اخبار الكورونا في العالم حصل ايه، لا هي مره عرفت الدنيا فيها ايه وخلاص شكرا. مش لازم كل شويه ادخل على حالات اللي تسيب توصل لي الحاله من الاكتئاب والذعر حتى اني ابقى خايف اخرج بره البيت. محتاجين ايه كمان؟ محتاجين اننا نتعاون مع بعض. يعني ايه نتعاون مع بعض؟ يعني في الاسره الواحده محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض بالشكل اللي يخلينا نخرج بره حالات الاكتئاب. طيب ده فيما يخص المحاوله ان احنا نعالج هذه الامور. الناس اللي هي مصابه نقول لها كلمه، اهمس لها بكلمه في اذنها. نمره واحد، المقاومه. من فضلكم لازم تقاوموا، انتوا في حالة حرب الآن مع هذا الفيروس، لازم نقاوموا. الإرادة إذا كانت قوية هتنتصروا على هذا الفيروس، هتقدروا تواجهوه، هتقدروا تكملوا، وإن شاء الله بإذن الله هتتعافوا. أقولها للناس الأصحاء اللي ما زالوا يتأرجحون بين الإهمال وبين الخوف. الناس اللي بشوفها تلبس فقط الكمامة في عشان خايفين من إشارة مرور إن هم يدفعوا مثلا غرامة. الناس اللي هي بتتحرك في المترو بزحام غير طبيعي بدون مبالاة وبدون أي اهتمام. لو سمحتوا ناقوس الخطر بيدق، فمن فضلكم اهتموا بالإجراءات الاحترازية. رجاء نهتم بالإجراءات الاحترازية لأن فعلا نحن أمام خطر، وخطر يعني خطر جسيم هيأثر علينا جسديا ونفسيا واقتصاديا وكل ما تتخيلوه. الحل في إيدينا،
الحل في ايدينا. في المقام الاول اننا نحافظ على التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي يعني حضرتك مش قاعد جنبي وقاعدين بنتكلم والرذاذ بيبقى بيتطاير ويوصل ممكن يخش للعينين. عايز اقول لكم اوعى تفتكروا ان الكمامه بتمنع، الكمامه فقط بتحد من دخول او من تاثير هذا الفيروس. فاحنا محتاجين اننا نخلي بالنا جدا بدون تهوين أو تهويل. أشكركم جدا وأشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من مساء الخير يا مصر، وإن شاء الله تكونوا بكل خير وبكل صحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.